زرنا ولا يلا خير زرنا ولا تنسوا على خير زرنا على انا بشوف هذا انا يا انا 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 يا لا 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 يا لا بغيت اروح انا يا لا 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 يا لا 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 سيوف يا سيوف محمد العويسي تحيه طيبه لك وبعد نعلم انك بانك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء فرق 50 فرق 50 بيني وبينكم يا الله الطعم خذا نقصنا 10 ليه مبروك أخذنا 100% أنا أول شيء دقائق من هالمنبر هذا مكتوب السلام عليكم أهلا أهلا عندليب عندنا بعض الأشياء اللي ملاحظينها عليك كفريق دعم لك ودنا أنك تنتبه لها لأنه بدينا نتجه لشغل الشخصنة معك الله شخصنا معك دقائق طيب أنا أنت ورقتك عندك واحد الغياب عن البث بكثرة وخصوصا هالفترة عادي اليوم معك جوال اعترف نفها قافية غياب عن بكثرة خصوصا هالفترة وانت على الطفرة الله صلاة ثم الصلاة حاول تحضرها كلها وخصوصا صلاة الظهر والعصر غيابك واجد فيها نهاية السهر كم ساعة احنا ننام؟ احنا ننام ساعة ينتهي البث الساعة 5 الأذان الفجر نصلي الفجر نصلي الفجر يجينا فطور نفطر يجي الفطور 6 نفطر عودنا كل مالين قصبة وكل اني ابي هدري مالين قصبة قام يهدرون ولقلقة كيف لو تبي ترقد ما تقدر انا ماني في غرفتي يوم اني اقفل الباب وانام يعني معك 23 رجال هذا بيسولف ذا بيسولف ذا تو قايم ذا تو منجعف ذا مريض ذا هذا الدفاتر فجأة اختفت اين هي ضيعتها اعترف لا والله ما ضيعتها عندي يا حلوك يا سالم الغامدي احبك يا سالم الغامدي لا والله ما ضيعتها انا موجودة كثر لنا جلسات سوالف وهبت محتاجين نسمع سوالفك اوكي انا امس هبت وصادني وليد البحيه حاول قد ما تقدر تتفاعل اكثر الجمهور حاب شخصيتك لا تدمرها بالغياب والسكوت اصنع شيء من لا شيء احنا واثقين فيك أندريب. انك مبدع وصاحب سيوف سيوف يا سيوف سيوف يا سيوف اللي ودك اللي ودك بس دقائق انا برد على ذا حاول قد ما تقدر تتفاعل أكثر الجمهور حاب شخصيتك لا تدمرها بالغياب والسكوت أصنع شيء أنا من هالمنبر هذه أنا من العادة في حال ما حد يتكلم حلو في حال ما حد يتكلم إني يعني أسمع سالفته من باب احترام الجلسة شيء الثاني عادة فيني طبعا وفي حال أنا ما أبدأ أسولف ويجي أحد يقاطعني أو شيء أخذ عنه فكرة ثانية يعني هذا يعني ما أدري كيف بقوله والسكوت أحيان السكوت بعض الأحيان شنو السكوت بعض الأحيان وش علامة الرضا نقفتك صح علامة الرضا الله يجزاك خير جالس اللهم لك الحمد مستانس عندي سالفة حذرة يتبع أحيانا إني أقول شيء وجه وضيع فيه بس والله إني مشتاق لكم يا قروب الدعم مشتاق لهبدكم وسواليفكم يعلم الله انتظر ابداعك والله يوفقك ربتك اننا داعمين لك ودنا بالافضل لك وكلنا معاك دائما وابدا الوكاد نجم الجمهور لا يروح يا قروب الدعم يا قروب الدعم من هالمنبر هذا نجم الجمهور لا يروح انا اتمنى يوم من الايام ان يجي اتصال حلو ويقول دقائق لا تعصب لا حد يبشرنا ترانا خابرين ايه يجيبوا لي فقستي اسمع يا فقستي اسمع
انت قالوا لك نفس السبب انا قالوا لي سبب غيابك عن بعض صلوات الجماعه خصوصا صلاه الظهر والعصر. صلاه اصلا البث يبدا الساعه 3 عصر. البث يبدا 4 العصر. اللي على صلاه العصر البث. اسمع بسم الله عليك. لا والله لا كذا. أقول لا لا أقول بس غريب رجع بلاده. لا 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 يا عبود عبود تعال. أقول بس لحظة وقف. قول مشكور يا أحمد. وين برا؟ لا لا برا الجو بارد. أنا عظامي فيها هشاش. خلا طلعني برا. عظامي فيها هشاش. عشان تدقق الشمس يلا. ما في شمس فالجو غير بارد. شمس يا أبا برا. تراني شايل فاك قرطاسة. بس. يلا نمشي برا. يا سيوف عشان تغير جو. يا هاتوا هاتوا كل شيء. تراني فاكن قرطاسة. خلاص خلاص فهمت. يا لا 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 دقائق دقائق. عبود هات السمن. شو تسوي انت؟ شو تسوي؟ ها؟ ونتي عند ما فرق ولحظة الوداع. يا حمامة لو دريتي بشيء فالضمير. الله عليك يا عويسي ما شاء الله يا عويس ايش هالزين يا عويس. ليش ما يابو ليش ما يفتح لي ليلك شوفي. ها انا على الرز الابيض. زين اسمع ليش ما يبت السمن؟ بيب السمن بروح اغسل ايدي انا اساسا. غسل لك عبد الله في النص عنده عم بلا اسمع اسمع. لا شكر على واجب العفو. اقرب يا اخو منيره. لا لا تغدى بالله ما في. كليت الملوخيه والرز بس عشان اننا طابخين بطاطس. والله شغل ممتاز. شغل ممتاز بشيء اكيد. ما ادري كيف فزتوا انتم. حاط لي رمان على خس. لا عاد ماي خليها. نعم. ما ادري. مطبخ ترى صلى على النبي ايش. تعال قاعد. سالوني طيب. بروح بجيكم تغدوا بالله ما في. كيف تروح تجيك؟ دورك شارك. بروح بجيكم. لا تقبل ولد. يا ريجي لنا من بعد الستيج امس ظهري رايحين فيها. ليه؟ انا والله اللي اقديت رحت وشفت الدعوه البرايم قوي حطيت راسي جنب الصجه واللجه. الى متى؟ الى متى؟ وكل ما طلع ليه واحد كذا؟ وقت اخر شيء انا تدري امس يوم جاء ابو سلطان تدري ايش ضحكت عليه؟ من قال انتم تطمرون الجدران انتم فيكم بلا. اي والله بغيت اضحك انا بس اذا كلامك قلت اخاف انه زي المره الاولى يوم هاوشني ابتسامتك تذكرها. ايه
انا قلت ذيك المره خلتني هاوش على بس لا لا شوي لا لا شوي ولا واجد ولا قليل ولا كثير. من وين جبت السمن؟ زبده فيه؟ ابو كرسي. ها؟ ابو كرسي. ابو كرسي. عشان ما اقدر اقول اسمه عشان ما يكون اعلام. يوم قال شكو تطمرون؟ وجي البلا فيكم. انتم فيكم بلا انتم؟ ها؟ علموني اذا انتم فيكم بلا علموني. فنان ابو سلطان. سلطان معلم. ابو سلطان اسطورة. الله يوفق ابو سلطان ويجمعنا وياه بالجنة يا رب. امين. الجميع ان شاء الله. الجميع ان شاء الله نتقابل هناك في الجنة ان شاء الله. امين. ضربني الثعلب يعني. يقول ميدي يقول ميدي انت عاينها. هي اللي تعينني مو انا اللي عاينها. والله شوف. تجي بوجهي لازم. انا عاين الديكور يا اخي من حق يا اخي ناظر الديكور يا اخي. شكلها. شكلها يدوي الكابتن. اي والله. تقول 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 عيوني جنون. تقول عيوني جنون يعينونك. اي. تلفت النظر. اي لازم عينها غصب. هذه وين عندكم في الدوادمي؟ انت وين عندكم؟ وانت تمشي في الدوادمي، شوف الدوادمي، وانت حتى في عمان عندك انا. في عمان عندك انا. احنا في الدوادمي علينا الدوادمي مسكر بالجدران، فهمت؟ ولازم اعين ديكور الدوادمي. اخي الدوادمي اعين ديكور يا اخي. الف كذا على طول وجه بوجهي. شو اسوي يا اخي؟ غريبة. والله يا كذا مرة اني ما اعينها، اعين الشاشة خصوصا اللي داخل النار. اعين الشاشة. واتوقع انهم بعد يهوشون عليها، وانا اعين الشاشة ما اعين الكاميرا. غريبة الجو هذا. يا الله. متى بس؟ لا تتكلم الحين بوف يشيل. متى بس يعني اصل ان شاء الله باذن الواحد لحد ان الله كتب يعني ال 90 وش خلوا بعض الشباب طلعوهم طل. الله. هنا بتجي الجلسة كذا وانت جالس كذا وانت جالس كذا وانت تشرب كرك. اي يوم اي يوم اي يوم؟ 80 ولا يوم 80 يرجعون لك. لا ما بي بهم ما يرجعون متى؟ يعني في السبعين. ما عندي باقي بيطلع واحد. لا واحد اثنين بعد قلت له. خلاص الى متى الحين كم واحد باقي يطلع؟ الى متى احنا كل ما جلسنا ولا لا 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 الواحد يبي يسولف ما عاد يسولف من سبب الهمجيه اللي صايره. مشكله. سالفتك حتى ما يصير لها روح. والله حتى انا. هذا العزي. ارجع الكاميرا. طيب واللي سولف؟ ايش فيك؟ طيب وريولنا الحين وش ذنبها؟ طيب وش رايك يا سيف باللي يقول قصه واحد ينشد جاي يهقش هناك ينشد مسوي فنان ودك تدفع على وجهه صح؟ اي ودك ودك تسطه. والله يا ودي اقسم بيت الله ترى بعضهم انا احس بعضهم هو داري ان في سالفه يحط يسددنا بقطنه ويمشي. طيب اوكي قربت عاد تدري ان ما اجتمعوا ولا في سالفه في موضوع. لا اللي امس لا اللي امس لا اللي امس لا اللي امس يوم اقبل علينا دار وسكت لا حاط فروه ولف على راسه كذا فاهم ريالتي غلط. اوكي انت نظامك كذا عبد الله بقمي حلو. وش رايكم باللي يمشي مشي سندريلا الناس تسولف زي ما سوى صامت صح؟ المشكلة اني انا ما افهم شيء من كلامه فهمت هذا الزين فيني. احسن شيء اقول لك يا ولد يا ولد يعني كيف الحين كيف كيف يا ولد اقسم بالله اني طفشت ترى والله يعني كيف ترى والله اني طفشت يا سيف لا يعني كيف وذا الحين كيف كيف الطريقة وذا الحين كيف سكت. يا ولد انا ترى والله ايوه يا ولد ترى صاير انا خلاص ايوه تدري حساس انت تدري اني طفشت تبيني يا ولد انا صاير والله جد حساس صحيح كل ما جاء ابراهيم قمت ابكي فيه السالفه
اما حاول تنشبه نيه اشرب ماء رجع الماء لا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ناجمه يا مق علي امس كنت انا داني اني بجيب العيد وينك يا سيف على ابراهيم؟ قلت ايش تبي فيني؟ يقول احمد وينك؟ يقول يبي يلكشني في جميع زاويه يبي يلكشني ايش تبي فيني؟ لا امس انا مسكت عمري والحين الله يسامحكم يا قرب دعم والحين قرب دعم يقول انت تغيب على البث انا قاعد اسجل لي عمل وشيء ثاني يعني حزه ابراهيم ترى اختفي انا فيها خلاص طيب وانا وانا اللي لا صار اسمي على الستيج تعبان توجع من كثر ما هو يطلع في البث ويلعب ويسولف تقولون انت وعدنا انك تسوي لك جلسه لحالك وتقول قصص متى قلت لك ما قد صرحت شيء شباب ما قد صرحت انا والله ما ادري لاني قد قلت وانا ما ادري ممكن قلت انا ما ادري او بيننا تخاطر يمكن لاني صراحه انا ما ادري صراحه تبغاني اسوي جلسه لحالي ارسلوا لي جلسه وخلاص سوي لي جلسه وابدا اسولف فيها حركات وبركات جلستني ما ادري متى اظني مطرشينها مليان الحين ما اتمنى من جروب دعمي حلو ينزلون مقاطع يتفاعلون مع المسلمين كم ساعه بس يعني ما شاء الله تبارك الرحمن هم متفاعلين حلو مع المسلمين يتفاعلون مع العالم سنابات هالاشياء قصدك عشان الصدقه الجاريه صح؟ صدقه الجاريه كل شيء والرابط بعد لا تنسونه كل شيء الله يبيض وجهه ويا نوم عيني يا قرب دعمي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمانية الرقم عندهم سعر قامة الله نفس الحزة دي يا شباب وصلوا الكلام هذا وصلوا الكلام هذا يا من تشاهدوني وصلوه احنا نشاهدك احنا نشاهدك الى اخوي صديقي والغالي على قلب سيف مهند بن فردان الله. كم انني اشتقت اليك وانا بالامس يعني حاس فيه يعني ما فيه نقص في المجموعه فيه خلل ما عاد فيه هبد ما عاد فيه ازعاج ما عاد فيه نقص ما عاد فيه ايه ما عاد فيه شيل ما عاد فيه حط ما عاد فيه والله اني اشتقت لك يا ابو بندر وانت الذيب هذا عشاك كله منك انت الشيخ الله يطول بعمرك استاهل اي والله استاهل تحياتي واشواقي لأخوي عايض المحترف كم أنت رجل محترم يعني وأخ يعني ما شاء الله تبارك الرحمن اللعب اللي نفس كذا الله أيوة أحمد عبد اسمه شو اسمه ذا مقدم أحمد بن أيوة الله يوفقهم خير إن شاء الله سهل امورهم واكتب لهم بلك لك ابو قمر السداد والنجاح طلعت وغدا انا برا غدا بارد ليه؟ اجو بارد ساعة تاكل هذا كله عشان متابعين غير لوكيشن غير منظر عم غير كتب داخل قول يلا الحين اذان العصر صح؟ ايوه يا هاي بارد لي نص ساعة بصلي العصر بركض شوي والله قرب دعمك تقول لا تغيب ما غبت سبب غيابك عن بعد صلاة الجماعة خصوصا صلاة الظهر والعصر لا صلاة الظهر خبرهم قولهم بفي يبدأ الساعة 3 عصر الحين ويوم عندك طبخ الساعة 1 صح
تظهر معك يعني ما معك صار الظهر بعدنا نصلي مرات نصلي عند الشيبا فهمت؟ قول لي فهمت لأنك كنت تشرح الربع لأنك تشرح الربع كنت يا هلا طيب قرب تفضل الثعل علينا ولا